أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم معالي الشيخ حفظكم الله هذا يسأل يقول ما الحكمة من عدم تحديد ليلة القدر في ليلة معينة لأجل أن يجتهد المسلمون في كل الشهر لأنها في هذا الشهر بلا شك وكل ليلة يحتمل أنها هي ليلة القدر فأخفاها الله سبحانه وتعالى في الشهر من أجل أن يجتهدوا في كل الشهر فيحصل على أجر ليلة القدر وأجر الشهر كاملا نعم